في تجربة فريدة بالمغرب، شرع المجلس الجماعي للمدينة مراكش في تثبيت مكبرات صوتية في الإشارات المرورية الضوئية من أجل مساعدة المكفوفين على معرفة متى يعبرون الشارع. المكبرات الصوتية تصدر تنبيها صوتيا بالتزامن مع اشتغال الضوء الأحمر للإشارة المرورية. علامات المرور اللي داروا لذوي الاحتياجات الخاصة كنعتبرها فكرة مزيانة، وماشي غير حنا اللي نشوفو ونسمعو، حتى هما كيحتاجوا ليها، وبغافو عليهم فكروا فيهم وهما محتاجين ليها بزاف. لحقاش كاينين اللي كيتفهموا الأمر وكاينين اللي ما كيتفهموش، كاين اللي كيقول صافي راه شافني هو مسكين ما كيشوفش عما، وبغافو عليهم، انا كنأيدهم. مزيان بالنسبه للناس اللي ما تيشوفوش، وتنشكروا الناس الفاعلين على هذا الشيء، وانها مبادره جميله في مدينه مراكش، وتنتمنوا للجميع التوفيق. الله يسر المشروع. رصدت له ميزانية قدرت بمليون درهم، وهم تركيب 20 مكبرا صوتيا بست مدارات حضرية بمدينة مراكش. مزيانة الناس اللي ما تيشوفوش مساكن يدوزو تا هما، وحنا راه واقفين تيدوزو هادوك الناس، واخا كاع ما كانت هادي تنوقفو ليهم حنا. خاصها يتزاد شوية الصوت، لأنه على الصداع تاع الطوموبيلات وداك الشيء ما غاديش تأدي واجبها بشكل مزيان، خاصها يتزاد الصوت، وهي دليل على أن الناس خدامين مزيان الله يعطيهم الصحة. كنتمناو يتعمم هادشي في جميع المدن المغربية. هذا هو يمكن نقول انا، وكل واحد النظره ديالته، وتنتمناو تكون الامور في احسن ما يرام، وشكرا لكم. وتعد مراكش نموذجا للمدن الولوجة لتوفرها على تصاميم معمارية توافق ذوي الاحتياجات الخاصة، بغية مساعدتهم على الولوج للمساحات والمرافق العمومية.